سلام البنات، واش راكم؟ جوسبيغ كو فوز الي بيان، نتمنى تكونوا بخير بصحه جيده يا رب. كما راكم تشوفوا في الصور، راح نديروا مع بعضنا اليوم خبيزات بالبطاطا. بزاف 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 بنان يشبهوا المعقوده بطريقه جديده ومختلفه. نروحوا مباشره لطريقه التحضير. اول حاجه البنات، نجيبوا كميه تاع البطاطا، كميه حسب افراد العائله اللي عندك. نديروا لها نحطوها تفور، نديروها تفور البنات، ما نغليوهاش في الماء، لانه كي تكون البطاطا تغلى في الماء ما تجيش مليحه بالنسبه لهاد الوصفه. فوالا، نجيبوا كميه تاع البصل، البصل كيما تحبوا، تاني اللي يحبوا البصل بزاف يعني تعطيها بنا بزاف هايله. انا درت واحد زوج حبات هكا صغار، نتوما ديروا كيما تحبوا على حسب كميه البطاطا تاني اللي عندك. بالنسبه للبصله، نقطعوها قطع صغيره ونقليوها في زيت قليله. البنات، اهم حاجه انه هذه البصله نكرملوها، نخليوها حتى تتكرمل وتعطينا هذا اللون الذهبي اللي بزاف شباب، واللي يعطينا ذوق خاص في هاد الفطائر ولا هاد المملحات. فوالا، بعد ما توجدنا هذه البصله تاعنا نحطوها جانبا. البطاطا تفور كما قلنا، نحطو لها ثاني رشه تاع ملح، ونروحوا مباشره للانغريديو الاخرين اللي راح نضيفوهم لهاد الفطائر ولا هاد المعقوده. راح نجيبو زيتون اخضر وزيتون اسود. الزيتون الاخضر البنات ما نغليوه ما والو، نحطوه في ما شويه هكا حتى تنحلوا الملوحه تاع بزاف، ونقصوا هكا قطع صغيره. والزيتون الاسود كما شفتوا نحيولو العظم تاعو. نروحو البطاطا كما هكا نعصوها برك بلا فورشيط، ما تحتاجش الاخر، ما تحتاجش نستعملوا الباتور ولا حاجه، نسحقوها هكذا. شوفوا البنات، حنا فورناها علاش باش ما تطلقناش الماء تاعها، وكي نديروها ما تحللناش المقله، كي نديروها هكذا ناشفه راح تجينا سوبر بيان. كما شفتوا البنات لهنايا رحيناها مليح، حطينا البصله تاعنا، حطينا الزيتون تاعنا، حطينا الزيتون الاسود والزيتون الاخضر. نزيدو نحطو كميه نتاع المعدنوس. البنات، انا المعدنوس تاعي نقصو هكايا، نوصلو ونقصو ونحطو في ساشي كونجيلاسيون، ونخبيه في لاكونجيلاتور، يبقى لي مده طويله، وكي تحتاجو نستعملو. ونحطو كميه تاع الفرماج غابي اللي يكون عندك، انا كانت عندي كميه قليله حطيتها ليسونسيال، تعطينا بنا زايده قد ما يكون عندك فرماج مليحه، لكن ما يكون ما عندكش راح تعطيك راح تجي بنينه. فوالا، نخلطو هذا كل شيء، نزيدو لي زيبيس. عندنا هنا كركم، بابريكا، فلفل اكحل. فوالا، وكما قلت لكم من قبل، ونضيفو لها البنات كميه تاع الملح. كما قلت لكم البنات لهنايا كلش طايب، تقدري تذوقيها يعني اذا كانت ناقصه حاجه، ناقصه ملح، ناقصه فلفل. اللي يحب الحار يقدر يضيف ملعقه تاع الهريسه كما تحبوا. هنايا انتم احرار. فوالا، هنايا كما راكم تشوفوا، بعد ما تمزجوا بزاف، نخلطوا من المكونات متزجوا مع بعضهم، راح نديرهم كويرات ولا هكذا خبيزات. فوالا هكذايا، ما يحتاجوش الوقت باش يقعدوا يريحوا، ولا نحطهم في الكونجيلاتور، ولا نحطهم في الفريجيدار، ولا هذيك الحكايه كامل. هذه توجديها في وقفه، توجديها في 5 مينوت دغني، 5 مينوت توجديها مثلا، ولادك تقدري تمديها لهم يديوها معاهم المدرسه، يقدروا ليسونسيال تحطيها لهم في اللانش بوكس تاعهم، ماشي بالضروره ندو لهم بسكويت، ندو لهم يجي هذوك اللي فيهم بزاف مواد حافظه وبزاف سكريات. مع المهم ياكلوا حاجه هكا مليحه صحيه بنينه ومختلفه. فوالا، نكمل كاع الكميه تاعي اللي عندي هكذا، نديرهم كويرات صغار يكونوا ظراف وشابين. ونروحوا نديروا هنايا الخلطه والعقده اللي راحين نغطسوا فيها الخبيزات تاعنا. فوالا، نديرو حبة تاع بيض، كمية تاع الحليب، نخلطو كلش بالفافورشيط، نخلطو مليح باش يمتزجو مع بعضهم. اذا كانت الحبه تاع البيض تاعكم البنات كبيره، اسما حبه وحده تكفيك، وصادي بوا على حساب الكميه تاع البطاطا تاني اللي درتي انت. اذا كنت درتي كميه بزاف اكثر من تاعي هكذايا، تقدري تحتاجي اكثر. فوالا، نزيدو نجيبو الفرينه،
فوالا نحطو ونميزو. هاي ملي درت انا هنايا خدات لي ملعقتين، حطيت الملعقه الاولى ونحرك، نتوما حطوا حركوا كي تلقاوها كيما لقاوها نتاع الخلطه اللي نديروها للشوفلوغ. فوالا زدت هنا ملعقه ثانيه، نزيد ملح رشه خفيفه تاع ملح. هنايا البنات تحبوا ديروا، تحبوا اللي كان تحبوها تجي اللون تاعها اصفر، تحبوا ديروا كركمه، الا كان تحبوا اللون تاعها يجي بحمر هكا ديروا بابريكا كيما تحبوا. تحبوا تخليوها هكا تجيكم حميمره مشبع. انا ما زدتش لي زيبيس باسكو ديجا حطيت لي زيبيس كاع في الخبيزات تاعنا. فوالا هنا درت كميه قليله تاع الزيت، ما تكونش بزاف. البنات انا لهنايا كنت انا في بالي راني ندير في فيديو، انا كنت المهم عادي نضن خطوات راهم واضحين. تصيها في الخليط هذاك وتحطيها في المقله فيها زيت. البنات انا هنايا درت كميه ثاني خفيفه هكايا، المقله كانت شاعله وفيها بارك جوست هكذا المقله فيها قطره تاع زيت، ماشي كيما الكميه اللي وريت لكم في الاول. يعني قصدي تقدري تحوليها وتبدليها وديريها خبزات يكونوا اكثر صحيين. تقدر ديريها في المقلات الهوائيه، تقدر ديريها ديري الشبرك تاع الزيت خفيفه وتحطي الخبيزه تاعك ويطيبولك ما شاء الله. يعني ماشي بالضروره باش ديري كميه تاع زيت كبيره، نخرجوا لك بزاف بنات، تخرجوا لك الطبقه الفوقانيه مقرمشه والطبقه الداخلانيه طريه وبزاف بنينه وفيها الفخوماج وتجي تعلق ما شاء الله. فوالا في طريقه التقديم كل واحد يقدمها كيما يحب. تحبي تحطي هنايا مايونيز ولا تحطي الهريسه ولا على حسب افراد العائله تاعك واش يحبوا. وحنا هادو الفطائر ولا المعقوده ولا الحوايج هادو هما ديما نرفقوهم بحاجه تاع لي سوب، سوا حريره سوا شوربه سوا فيرميسال ما تهوانا. حنا هذه هي الطريقه تاعنا. شوفوا كيف جاونا ما شاء الله بزاف 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 ابنات، شوفوا كيف جاتنا ما شاء الله من الداخل طريه، وهذيك الطبقه الخارجيه كيفاش تجي كروستيون. فوالا قلنا نرفقوهم، انا هنايا رفقتهم بشوربه فريك وشويه سلطه، وهذه هي. وهلا غالياتي وصلنا لنهاية الفيديو، تهلاو في رواحتكم حبيباتي ومع السلامة.